سبع كلمات كده لبعض الناس عبارة عن مأساة. يعني تخيل كده معايا مثلا ان مصطفى فهمي وحسين فهمي وعلي جابر واقفين جنب بعض، وكل واحد فيهم ليه اخين توأم وكلهم واقفين جنب بعض، هيبقى يعني عندك نفس المشكلة بتاعت الكلمات بتوع النهاردة، مأساة. في الفيديو ده هنحاول نوضح الموضوع شوية، لو مهتم خليك معايا، لو مش مهتم ايه في الفيديو بس يعني. مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. والله العظيم عمر عبد الرحيم، انا معاكم، انا اسمي عمر. اهلا وسهلا. اهلا بيكم شباب في فيديو جديد، والنهارده معانا الحقيقه هم سبعه مش ست كلمات، شبه بعض جدا في نطقهم وبالذات في كيفيه كتابتهم، فانت لما تبص للسبع كلمات كده مكتوبين جنب بعض هتحس ان انت في حاجات كتير قوي بتحصل جوه دماغك يعني. فعشان الدنيا تبقى ابسط شويه هنبدا نسهلهم واحده واحده، وخلينا نبدا باول كلمه اللي هي تات. تات تفتح بقك فيها شويه كده، تات. تات ده بكل بساطه هي الباست بتاع تيتش او الماضي بتاع الفيرب اللي هو teach، يدرس، فتات اللي هو درس. بص هي لو كانت teach كانت هتبقى اروش الحقيقه، بس معرفش هم عملوها كده ليه، بس هو الباست بتاع teach هو taught. معلش عمو اللي عمل اللغه دي مفتري شويتين. خلينا اديك مثال. I've met the kid that I taught 6 years ago. I've met the kid that I taught 6 years ago. يعني انا قابلت الولد اللي انا درست له من 6 سنين. اهلا وسهلا. تاني كلمه thought. 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 وده من الاخر كده هو الباست بتاع think. think اللي هو حاجه يفكر في حاجه يعني، الباست بتاعها thought. خلينا اديك مثال. وانت ماشي في الشارع حسيت ان في واحد بيكلمك، بصيت له قلت له انت بتكلمني انا؟ قالك بتكلمني انا يعني؟ اقول لك لا ما بكلمكش انت. قلت له sorry I thought you were talking to me. sorry I thought you were talking to me. يعني معلش انا افتكرتك ان انت كنت بتكلم معايا. مثال تاني. I thought about this problem yesterday. I thought about this problem yesterday. يعني انا فكرت في المشكله دي امبارح. ثالث كلمه though. كده فاهم though، ودي لو هنترجمها بترجمه حرفيه هيكون معناها بالرغم من ذلك او برغم ذلك، ولكن استخدامها مش بيبقى شبه الكلمات اللي شبهها شويه زي although او even though او despite والحاجات الكتيره دي كلها، استخدامها بيختلف شويه. يعني لو انت بتقول جملتين عكس بعض هتقوم حاططها في اخر الجمله الثانيه، وعكس بعض يعني مثلا اول جمله كان المعنى بتاعها ايجابي شويه وتاني جمله المعنى بتاعها سلبي او العكس. خلينا اديك مثال عشان الموضوع يبقى واضح. learning english is difficult it's easy with عمر though it's easy with عمر though. يعني تعلم اللغه الانجليزيه صعب، مع عمر الموضوع اسهل. اظن الرساله وضحتها. فهنا تعتبر لحد ما الجمله الثانيه عكس شويه الجمله الاولى، او في نوع من انواع التنوع. اول جمله بيبقى ليها ايحاء معين، ثاني جمله ليها ايحاء مختلف شويه عن الايحاء الاولاني، فبنستخدمها في الاخر. فدي معناها الى حد ما بالرغم من كده يعني الانجليزي صعب، مع عمر الموضوع اسهل بالرغم من كده، بالرغم من ان هو الموضوع صعب اصلا. مثال تاني. انا كعمر انا ما بحبش اكل سمك، وده حقيقي. I hate fish but this fish meal is very good though. I hate fish but this fish meal is very good though. يعني انا بكره السمك بس وجبه السمك دي حلوه قوي. لو انت مثلا حد عزمني على اكله سمك جمبري ممكن اقول له انا ما بحبش السمك بس الوجبه دي حلوه قوي. فلو خدنا بالنا هنا دول مش جملتين منفصلتين تماما، حطينا ما بينهم بط بس عشان خاطر نربط بينهم وعشان نوضح اكتر ان جملتين عكس بعض. لما حطينا هنا ذو هي ما ضافتش حاجه للمعنى، هي بس اكدت قوي المعنى بتاع الجمله الثانيه، هي بس اداه بتساعدك ان انت تقوي المعنى اللي انت عايز تقوله مش اكتر. فحضرتك مش عايز تستخدمها براحتك يعني، محدش ماسك لك العصايه. رابع كلمه through. 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 ودي لو هنترجمها ترجمه حرفيه هي معناها خلال. خلينا نبدا بمثال على طول عشان يبقى الموضوع واضح. The bullet went through the wall. The bullet went through the wall. يعني الطلقة عدت من خلال الحيطة. مثال تاني. I was laughing through the lecture. I was laughing through the lecture. يعني أنا كنت بضحك في وسط المحاضرة أو طول المحاضرة. وهنا ما استخدمناش الكلمة دي للتعبير عن حاجة ملموسة زي ما اتكلمنا عن الطلقة والحيطة. فتقدر تستخدمها لمواقف اللي شبه كده، حاجة حصلت فيه خلال فترة معينة من الزمن. خامس كلمة تبقى شبه جدا اللي هي throughout. 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 وهي ليها معنيين اساسيين مستخدمين في الوقت الحالي. اول معنى في كل جزء او مكان، تاني معنى من الاول للاخر او من البدايه للنهايه. خلينا نخش على الامثله على طول. Our company has branches throughout Egypt. Our company has branches throughout Egypt. وده معناه ان الشركه بتاعتنا ليها فروع في كل اجزاء مصر. فهنا استخدمنا فيها المعنى الاول. المعنى الثاني ليها، مثال للمعنى الثاني ليها يعني. I've been living with my parents throughout my life. I've been living with my parents throughout my life. يعني انا كنت عايش مع اهلي طول حياتي من البدايه للنهايه. فده استخدام المعنى التاني ليه. سادس كلمه
ثرو. وانا بصراحه بحب الكلمه دي جدا. هي في الوقت الحالي من الزمن بتيجي باستخدامها كصفه او كادجكتيف. ليها استخدامات تانية اكتر من كده، ولكن في اللانجوج القديمه او في اللغه القديمه فاستخدامها في الوقت الحالي في الزمن اللي احنا فيه ده كصفه او ادجكتيف. فاحنا نركز ان احنا نستخدمها كصفه فقط، وهي معناها كامل او شامل، يعني غير جزئي. يعني لما تيجي تتكلم عن حاجه ان في حاجه معينه حصلت بشكل كامل وعايز تستخدم كلمه تعبر عنها تقدر تستخدم thorough. خلينا نخش على امثله. Before the test you'll need a thorough understanding of the subject. Before the test you'll need a thorough understanding of the subject. يعني قبل الامتحان بتاعك انت محتاج فهم شامل للماده وكامل. مثال تاني. The doctor made a thorough examination to determine the cause. The doctor made a thorough examination to determine the cause. يعني الدكتور عمل كشف كامل او كشف شامل لتحديد السبب. اتمنى تكون واضحه. سابع واخر كلمه موجوده معانا النهارده هي tough. هي اكتر واحده النطق بتاعها مختلف شويه عن الباقي كله، ولكن طريقه كتابتها شبهها جدا. ودي صفه، يعني adjective، وليها معنيين، قوي او صعب. هما دول معنيين المنتشرين ومستخدمين. مثال رقم واحد. My father is tough. يعني والدي صعب. معنى صعب هنا هو حازم، مش بيتساهل خالص. ممكن برضو تقول the exam was tough. The exam was tough. ده معنى برضو ان الامتحان كان صعب جدا. مثال تاني. My father is tough. My father is tough. إذا حضرتك هتقول نفس المثال مرتين ولا ايه؟ لا، وهنا المعنى بتاعه مختلف شوية. نفس الجملة بالظبط، ولكن ممكن تدي معنى تاني. لما اجي اقول مثلا my father is tough، ممكن استخدم tough دي كادجكتيف انها توصف شخص ان هو عنده شخصية قوية، يعني يقدر يستحمل. ودي ممكن تستخدمها بالمعنى ده للتشجيع، يعني الغرض تشجيع شخص على 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 ان هو يعمل حاجة معينة. يعني لو لقيت صاحبك مايع كده وعايز يستسلم، ممكن تشجعه يعني وتقول له ايه؟ You're tough, you can do it. You're tough, you can do it. يعني انت شخص قوي تقدر تعمل كده. ممكن تستخدم الفيرب بتاعها، ممكن بس ان انت تقول له toughen up. Toughen up. Toughen up. ما ده معنى ان هو استرجل كده لو شد نفسك. ودول المعنيين بتوعها. ودول كانوا كل الكلمات اللي شبه بعض اللي احنا محتاجين نتكلم عنهم النهارده. خلي بالك من نطق كل واحده فيهم. ممكن ترجع تتفرج على الفيديو مره تانية عشان تراجع النطق، او ان انت تعمل لهم تشيك على ديكشنري او قاموس، يعني من انجلش لانجلش او من انجليزي لانجليزي، عشان يبقى الموضوع واضح بالنسبه لك. وكمان تقدر تشوف امثله واستخدامات ليها اكتر بكتير. وسيب لي كومنت قول لي انهي كلمه فيهم انت بتستخدمها اكتر من الباقي وليه. اتمنى تكون استفدت النهارده شويه. ثانك يو فيري ماتش فور واتشينج. اشوفكم ان شاء الله الفيديو جاي. كنت غبيه قوي لما عملت كده. نزل بقى.